شرع الله سبحانه وتعالى صلاة الجماعة لحكم عظيمة وفوائد جسيمة منها: اختبار العباد وامتحانهم ليعلم الله من يمتثل أوامره ممن يعرض عنها ويتكبر. التعارف والتآلف والترابط بين المسلمين ليكونوا كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا، والذي لا يصلي في المسجد لا يعرف أهل الحي إلا من كان بينه وبين أحدهم مصلحة دنيوية. تعليم الجاهل وتذكير الغافل، فالجاهل يرى العالم فيقتدي به، والغافل يسمع الموعظة فينتفع بها. ما يشعر به المصلي في الجماعة من الخشوع والتدبر والانتفاع بالصلاة، بخلاف من يصلي في بيته فإنه قد لا يشعر بشيء من ذلك، بل إن الصلاة تثقل عليه في الغالب فينقرها نقر الديك فلا ينتفع منها بشيء. إغاظة أعداء الله وإرهابهم، وعلى رأسهم إبليس لعنه الله وجنوده من شياطين الإنس والجن، والذي يؤرقهم أن يعود المسلمون إلى المساجد وخاصة الشباب منهم. ما في الخروج إلى المسجد من نشاط والحركة ورياضة البدن بكثرة المشي ذهابا وإيابا، لا سيما إن كان المسجد بعيدا، بخلاف الصلاة في البيت وما يصاحبها في الغالب من الكسل والخمول، وهذا مجرب. هذه بعض فوائد الصلاة مع الجماعة في المساجد، ولا شك أن هناك فوائد أخرى كثيرة دينية ودنيوية، فاحرص يا أخي المسلم على حضور صلاة الجماعة في المساجد حتى تكتب لك البراءة من النفاق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي. قال الشاعر: هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى خط عن نعشه ذاك يركب. نشاهد ذا عين اليقين حقيقة، عليه مضى طفل وكهل وأشيب، ولكن على الران القلوب كأننا بما قد علمناه يقينا نكذب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أنا نموت وتخرب. إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب. وأحسن من ذلك قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الشاعر: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هذه الحلقة من دعم دار الوطن للنشر، المكتبة الرائدة. غنت الدنيا فلنغني كلنا للشارقة، غنت الدنيا نشيد الشارقة.